عشان نتناقش في هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل بينضم لنا عبر الهاتف المهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية. والري باشمهندس فتحي، في البداية ورحب بحضرتك على شاشة اكسترا نيوز. احنا بنتكلم عن مشروعات تمت في 11 محافظة، لو حضرتك تكلمنا عن أهم هذه المشروعات، وهل في محافظة تميزت عن غيرها لأن هي بتتعرض أو في أخطار سيول موجودة فيها عن غيرها من باقي المحافظات؟ أنا رحيم بك، نرحب بسيادة والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بالنسبة لي عمليات الحماية من أخطار السيول دي تعتبر من أهم المشروعات التي تهتم بها وزارة الموارد المائية والري، لما لها من أثر كبير على المواطنين وعلى المنشآت. الغرض من هذه الأعمال هي حماية المواطنين وحماية المدن والقرى والمنشآت الاستراتيجية والطرق وخطوط الغاز والسكك الحديدية وكل المنشآت الاستراتيجية. تتركز هذه الأعمال في محافظات الوجه بصفة خاصة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر. بداية من محافظة الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، سيناء، الأقصر. هل المحافظات اللي حضرتك بتتكلم عنها زي سيناء وغيرها باشمهندس فتحي عرضة أكتر لسيول عن غيرها، فعشان كده كان هذه المشروعات بترتكز في هذه المحافظات؟ بالضبط، يعني احنا نفذنا في هذه المحافظات أكثر من 100 منشأ للحماية من أخطار السيول. هذه المنشآت متعددة مثل مقرات السيول، سدود الإعاقة، الخزانات الأرضية، البحيرات الصناعية، أحواض التهدئة، جسور الحماية وخلافه. وزي ما قلت لسيادتك إن هذه الأعمال بتهدف إلى حماية المواطنين والقرى والمدن وخلافه. استعداد الوزارة مستمرة طوال العام، بداية مقرات السيول المتواجدة في جميع المحافظات اللي أنا ذكرتها من شوية، حوالي 117 مقر. بتتم أعمال الصيانة المستمرة لهذه المقرات بحيث تكون في أي لحظة حادثة في هذه السيول تكون جاهزة لاستقبال هذه السيول وتوجيهها إلى نهر النيل أو البحر الأحمر وخلافه. هناك ايضا جاهزية معدات الطوارئ تكون جاهزة بصفة مستمرة، في حالة وجود اي طارئ تتحرك هذه المعدات فورا لاعمال الانقاذ وخلافه. حاليا برضو بننشئ بحيرات صناعية كثيرة في هذه المحافظات. هذه البحيرات الغرض منها تجميع كميات السيول والاستفادة منها. كذلك بننشئ سدود في سيناء تقوم بتخزين المياه أمام هذه السدود من أجل استخدام هذه المياه في التجمعات البدوية في أغراض الزراعة والشرب وخلافه. نعم نعم. الباشمهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.